Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hari ini baca surat Al-Kahfi. Bunyi tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليهم يرجموكم أو يعيدوكم panjang gak ini أو يعيدوكم saya cek ini saya baca dari Google deh halaman ayat 20 juz 20 Al-Kahfi juz 20 surat ayat 20 surah 18 surah Al-Kahfi surah ke-20 أو يعيدكم فانجمع إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعوا بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب بالغيب مطلعين ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قليلا إلا قليلا فقليلا آيات ماشاء الله dua puluh dua qalil qalil fala tumarifim illa mira'an فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun masya Allah قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كان آيات 29 وقل الحق من ربكم
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن Roketnya kayak ini ya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabi. Tanda apa itu? Oh, tanda alif di bawah itu kasrotain ya. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. Itu sekarang domba terbalik apa boy? Fataten, domaten. Iya, tentu isanya kok beda-beda. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضر من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثال الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثال واضرب لهم مثال الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا
ثمرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنة وهو ظالم لنفسه ظالم itu kok tanda apa sih? Zalimun nafsi, zalimun, zalimun, kok tandanya? Qaila ma adhunnu an tabida hadhi abada وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة سواك رجلا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ضرني أنا قل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يهديني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تقل له مئة ينصرنه من دون الله ما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم
مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مقتدر kok nggak ada alifnya ini. مقتدرا ayat 44. Tuh kan kurang alif dia yang di Google ini. مقتدرا ada alif ya. Oke, salah. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نيسر الجبال وترى الأرض بارزة وَيَوْمَ يُنَسِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan ingatlah dan diletakkan kitab, kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab itu, dan mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana, aduhai celaka kami, mali hadzal kitab apa ini, la yughadiru saghiratan, yang tidak meninggalkan yang saghir yang kecil dan tidak meninggalkan yang besar, illa ahsaha, melainkan dia mencatat semuanya, wa wajadu, dan mereka mendapati, ma amilu, apa yang telah mereka kerjakan, hadira, hadir, ada dalam kitab tadi. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Surat Al-Kahfi ayat 49. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن نظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Halaman 4. وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم ayat ke-58. Warabbuka. Ballahum ma'idah. Ma'idun. Oh, titik dua itu ini domah ten. Ballahum ma'idun lan yajidu min dunihi ma'ila. Watilka al-qura ahlaknahum lamma zulamu waja'alna lima lihim ma'ida. Mohon maaf ya penonton, ada suara blender ya. Gak apa-apa masuk ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ditutup tuh sama istri saya pintunya, padahal dia tetap kedengeran. Maaf. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahr
فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله sabiran. Oh, kalau detik dua baru domatain ini as fathah. Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la asilaka amra. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة غرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا. فانطلقا إذا لقيا غلاما وقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفس. ما شاء الله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما وقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. زكيتم بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
قال لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية أهل قرية آيات 77 Koryatinis ada wasol ya kan. Ala koryatinis tapi enggak ada tandanya di situ. Ahla koryatinis si Google-nya enggak ada tandanya. Fa talaqa hatta idza ataina astahru. Fa talaqa hatta idza ataya ala qaryatin istaq ama alaha fa abaw ay yudayyifuhuma. Fawajada fiha jidala فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أباه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك 82 Ramatam وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُكَ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ
قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة كأدى ألف في باوه ini apa 86 tanda-tandanya itu beda. Hamiatin wajada hamiatin kok alif berdiri di bawah wajada taghrubu fi ainin حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ وَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون Thank you very much. Jus alpukat. Melon. Melon, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Umi udah berapa ke rumah sakit? Rumah sakit apa? Jumat. Emang iya? Kontrol. Coba tanya. Memang Jumat kontrol, Umi? Umi? Kagak. Bilangin nanti, Teh. Bilangin kontrol ke kemana? Ke Alfamart ke Bapak. Ngapain? Kontrol pagi-pagi dokternya sana. Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Yes. Fahal naj'alu laka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال فخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أغرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يذروا وما استطاعوا له نقبا 97 halaman 6 terakhir
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Ini sih yauma idzin apa yauma id 99. Alladzi kanat a'yunuhum fi ghita'in إضاءٍ عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين عملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم wali 105. Panjang dua rakaat berhenti waliqa'i فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.